أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم تأملات إنسانية. ما زلنا في برنامج تأملات إنسانية بنغزو العديد من المناطق اللي تهم كل مرأة مصرية، وبنتكلم في الموسم الرابع تحت عنوان المرأة المصرية. وما ينفعش أقول المرأة المصرية قبل ما أرحب بالزميلتين الجمال اللي معانا ومنورينا في الاستوديو، أستاذة نبي أستاذة وسام ذات الابتسامة الساحرة اللي النهاردة جاية معاها طاقة إيجابية جميلة، ومن الصبح عمالة تشحن طاقة إيجابية وتقول لنا ما تخافوش والأزمة هتعدي إن شاء الله. هتعدي إن شاء الله. وأرحب بزميلتي النجمة الجميلة اللي كانت إضافة مميزة جدا في الحلقة دي. يعني فعلا انا سعيد بوجودك معايا دينا، وان شاء الله نكون مكملين مع بعض في الطريق وباذن الله معنا في الموسم الخامس والسادس لغايه اخر المدى ان شاء الله. طبعا يعني الناس كلها سواء في مصر او في الدول العربيه او في العالم كله عمالين يتكلموا على الكورونا، وعمالين يتكلموا على الازمه، وعمالين يتكلموا على الكوارث اللي احنا فيها. بس احنا انا جاي في البدايه ادي كده بارقه امل، وادي يعني نصيحه مهمه لكل بيت مصري في التعامل مع الأزمة، يعني نصائح نفسية بالذات. يعني أنا بنصحك يا أخي العزيز يلي قاعد في البيت، يلي ملتزم بالحظر، ويلي بتسمع الكلام وبتسمع الكلام لما قلنا لك خليك في البيت، نصيحة: ما تقعدش تتتبع الأخبار بتاعت كورونا بشكل مبالغ فيه، لأن ده هيضعف مناعتك وهيأثر على حالتك النفسية. ما تقعدش تبحث على عدد القتلى، النهارده 1000 واحد ايه؟ مش عارف بيشيلوا القتلى بالاوناش واللودر، مش عارف بيولعوا في مش عارف ايه، ايطاليا الجثث مش عارف، لا لا، ده بيضعف من حالتك النفسية وبيضعف من مناعتك. لا ما تقعدش تبحث عن معلومات إضافية، خلاص هو اللي عايزين يقولوه عن الكورونا قالوه. قعدوا شرحوا لنا الفيروس وقالوا لنا ايه اللي بيأثر عليه وبيقعد في الحلقه قد ايه وبينزل بعد كده فين، والميه السخنه والبخار الميه السخن ومش عارف والغرغره والمطهر، وفضحوا بعض المطهرات اللي ما بتعملش حاجه غير مع البكتيريا وهكذا. ما تحطش، تجنب جدا الرسائل القاتله اللي في بعض الرسائل كده، اخبار بيبقى الهدف منها ان واحد مثلا يجيب مشاهدات على الانترنت او يعمل اتراكشن او جاذبيه عاليه مثلا للصفحه بتاعته او للخبر بتاعه، فيقعد يحط لك خبر قاتل يقول لك مش عارف حصل ايه ويقول لك خبر خطير جدا. لا، تجنب الحاجات دي لان الحاجات دي هتضعف من مناعتك. اذا امكن بقى يعني نبدا نهتم بالروحانيات شويه، يعني احنا قاعدين في البيت بقى ليل ونهار، او اللي بقى فيه الشغل بقى فيه دوام جزئي، او الناس بقى تروح مثلا يومين ويومين او ثلاث ايام وثلاث ايام، فاوقات الفراغ دي احرص على ان انت تخلي فيه بعض الروحانيات عندك. ابدا اقرا قران شويه، لو انت مسيحي، احنا ليه اصدقاء مسيحيين كتير، لو انت مسيحي ابدا اعمل تلاوه لبعض الصلوات، تابع لو عندك بعض الأشرطة أو بعض المواد الدينية ابدأ راجعها عشان تفكرك بربنا، لأن أي إنسان عنده ثلاث طاقات: طاقة جسدية وطاقة روحية وطاقة ذهنية. أهم حاجة في الثلاثة دول الطاقة الروحية. الطاقة الروحية دي كل ما أنت كده يعني ماسك نفسك كده وواقف على رجلك ومتماسك، كل ما الجسد هيتعاون معاك أكتر وأكتر وهيسمع كلامك، وحتى لو لا قدر الله أصابك الفيروس، مناعتك القوية اللي روحك وطاقتك الروحية مقوياها هتقدر تتغلب على الفيروس ده وهتتجنبه. فإحنا قلنا الطاقة الروحية أهم طاقة فيهم، اللي هتساعدك في الطاقة الجسدية وتنمي طاقتك وتقوي مناعتك، وتساعدك في الطاقة الذهنية، لأن طبعا الظروف اللي احنا فيها طبعا بتأثر اقتصاديا علينا، في ناس كتير يعني فقدت مصدر رزقها، وخصوصا العمالة المؤقتة، العمالة اليومية، الناس بتشتغل باليومية، الناس البسطة دول. فالناس دي لما تهتم بالطاقة الروحية وتنمي الجانب الوجداني عندها والجانب الروحي، ويبقوا جامدين كده وقادرين يتصدوا للوضع الحالي، هتبص تلاقي ذهنهم وعقلهم بيشتغل اكتر وبيقدر يقاوم وبيقدر يعدي الازمه اللي احنا فيها. طبعا مش هقول لك طبعا حافظ على التعليمات، لان ده فرض عين عليك في الايام دي ان انت تحافظ على التعليمات، وممكن تكتب رسائل تذكيريه كده مثلا جنب المرايه في الحمام عشان بعد ما تخلص اي حاجه ولا تعمل حاجه تخش ايه تغسل ايدك، خلاص كلنا اصلا بقينا حافظينها. وخلي عندك ايمان قوي ان الازمه هتعدي. يا جماعه في اوبئه وفي امراض وفي مشاكل كتير زي كده حصلت قبل كده وعدت، سواء بمشاكل صغيره سواء بايا كانت الاثار بتاعتها، هتعدي، كله بيمر صدقوني. واحنا النهارده جايين بقى نتكلم عن دور، حيث ان احنا بنتكلم في الموسم ده عن دور المراه المصريه
وبنتكلم عن المرأة المصرية بشكل عام في الموسم الرابع، فاحنا جايين النهاردة بقى نتكلم عن دور المرأة المصرية في مواجهة الأزمات، واحنا في أزمة، فاحنا دلوقتي بيبرز دور المرأة المصرية الست الشديدة اللي زي ما وسام بتقول كده، المرأة الحددية بيبرز دورها ان هي في الوقت ده ان شاء الله ان شاء الله هيكون ليها عامل جميل، يعني اعملي بقى جو حلو لاولادك. كانت لسه وسام امبارح بتكلمني بتقول لي بقى ايه، تعمل لهم فشار وتقعد تلعب معاهم كوتشينه والعاب. فانت يعني حجر الاساس في المرور بينا بالازمه دي، فاسمحوا لي ان احنا نبدا حلقتنا النهارده مع زميلتنا وسام، واتكلمنا عن دور المراه المصريه في مواجهه الازمات. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في حلقتنا النهاردة عن المرأة وتحدي الأزمات. المرأة الحديدية هي المرأة المصرية من قديم الأزل. المرأة المصرية منها الطبيبة والمعالجة والممرضة وست البيت والعاملة وكل المجالات. تحية كبيرة، هنبدأ بالطبيبات الجميلات والممرضات يعني المقاتلات، هم دلوقتي أكتر ناس بتتعرض للأزمة الكبيرة اللي احنا عايشين فيها وهي فيروس كورونا. أنا عايزة أوجه تحية في الأول للدكتورة آية الحديدي، الدكتورة آية في مستشفى صدر المنصورة. الدكتورة لها قصة كبيرة جدا، يمكن مننا كتير قروا عن القصة بتاعت الدكتورة آية الحديدي. هي ما خافتش أبدا من كورونا، ما راحتش قعدت في بيتها وقفلت على نفسها. الدكتورة آية لبست الماسك، اتعقمت، وقفت مع الناس. في اول حاله وفاه حصلت كان عندها 62 سنه، والحاله دي كانت من الاسماعيليه. قبل الحاله دي ما تتوفى اوصت انها ترجع تاني بسرعه، ما كانش لا حد ياخدها. فالدكتوره شالت الحاله بنفسها، لان كل الموجودين جميع الطاقم خاف جدا ان هو يشيل الست وينزلها للاسعاف عشان ترجع بلدها. بكل قوه وحسم ورحمه وتحدي، الدكتورة آية شالت الست ونزلتها الإسعاف واصطحبتها لحد لما وصلتها لمكانها ومحل إقامتها في الإسماعيلية. تحية كبيرة للدكتورة آية، وتحية كبيرة لكل الطاقم التمريض والطاقم الطبي، الجيش الأبيض الجميل اللي بيدافع عننا وبيحارب الفيروس وبيحارب المرض وبيساعدنا وبيقوينا. إن شاء الله ربنا معاهم ويساعدهم. ومن الطب ننتقل كمان إلى سيدات الأعمال ورجال الأعمال اللي احنا للأسف ما سمعناش عنهم أي حاجة. احنا ما سمعناش بس عن حد واحد فيهم، الأستاذة هبة السويدي. دي كانت من احد الناس اللي حاولوا يتبرعوا بحاجة، هي ما عندهاش الملايين الكتير زي بعض الناس الكتير اللي مستخبيين في البيوت دلوقتي. وانا بوجه لهم رسالة بقول لهم ربنا شايفكم، ساعدوا الناس، اقفوا جنبهم، اللي عندكم هم لهم حق فيه، هم لهم حق عندكم. فهبة السويدي راحت اشترت خط انتاج كامل للتصدير من المواد المعقمة والماسكات والخزات، وزعتها على الأطباء وعلى الجمعيات الخيرية كمساندة ودعم للأطباء والممرضات في محاربة الفيروس وبعض الجمعيات الخيرية كمان. تحية وتقدير لسيدة الأعمال، ويا رب تكون قدوة ومثل لناس كتير تانية يقتدوا بهذا القدو ويقفوا جنبنا ويقفوا في ظهرنا. عن الفن ومن قديم الأزل زي ما قلنا قبل كده، كان في دور للمرأة كبير جدا من أيام الحرب العالمية، لما كانت المنتجات قليلة جدا في البيوت، وكانت الستات بتطبخ رز على بطاطس وتطبخ حاجات بسيطة وتقضي بيتها والأولاد يشبعوا والدنيا تشبع، ويدوا للجيران طبق رز بلبن ويدوا مش عارفة إيه، وكانت الحياة ماشية ومستمرة. مش عايزين كمان ننسى دور الفن اللي هو يعني كان دور عظيم، دور الفنانة أم كلثوم وقت نكسة 67 وحرب الاستنزاف، لما كانت بتعمل حفلات وبتتبرع بجزء كبير منها او باغلبها او بكلها للمجهود الحربي. وكان في كمان دور بارز جدا كانت بتقدمه الفنانه شاديه في دعم المتضررين من الحرب، كانت توزع معونات ماليه على الاهالي. من هنا وهنا ومن حرب اكتوبر والنصر العظيم ونكسات كتير وحاجات كتير حصلت لنا الى حرب 2020 وهي الحرب العالميه الثالثه اللي احنا بنعيشها دلوقتي اللي بيحارب فيها الجيش الابيض. بجد انا مش عارفه اقول ايه، عايزه اقول ان احنا بتصدينا ان شاء الله لهذه الحرب، وباذن الله باذن الله احنا مع بعض وزي ما قلنا البعض، وباذن الله زي ما زميلنا محمد قال الروحانيات يعني الثقه في ربنا، ونعمل كل التعليمات كل اللي نقدر عليه نعمله
نعقم نفسنا، نعقم بيوتنا، نحافظ على أولادنا، نلتزم الجلوس في المنزل أرجوكم، وإن شاء الله الأزمة هتعدي على خير بإذن الله. أيوة خليك في بيتك، خليك في بيتك، خليك في بيتك، هنفضل نقولها لغاية على فكرة آخر حلقة في البرنامج. أنت ما اديتنيش خليك في الورقة بيتك دي ونسمع الكلام. ويعني أنا بضم صوتي لصوت الزميلة وسام باري في الجزئية بتاعت رجال الأعمال وسيدات الأعمال. يعني فعلا يعني احنا كنا اتكلمنا عن أحد رجال الأعمال وهو مش مصري وراح اتبرع ببعض الحاجات لمستشفى شيخ زايد والمستشفى أكتوبر لرجل الأعمال طارق الأفطس. فاحنا زي ما بالنادي ونادينا في الحلقة اللي فاتت واللي قبليها بالنادي تاني وتالت ورابع ومليون، يا جماعة دي ضريبة إنسانية مش ضريبة حكومية أو مش ضريبة مفروض عليك، لا دي ضريبة إنسانية. مش ده فرض عين عليك إن أنت زي ما بتكسب من المجتمع ده وتستثمر فيه لازم تأدي اللي عليك فيه. ونشوف دينا معانا إيه النهاردة في مبادرة. أهلا بيكم الأول. أهلا بيك يا وسام. أهلا بيك يا محمد. أهلا أعزائي المشاهدين. في برضو مبادرة كويسة جدا أنا شفتها بصراحة على السوشيال ميديا، بعض الممثلين والفنانين أيضا بيبدلوا الدور، يعني بينادوا بعض في مساهمة للخير لبعض الناس اللي محتاجة. وده طبعا تقريبا عن يعني أنا مش عايزة أقول اسم الجمعية، بس في مبادرة كويسة جدا يعني ما عرفش نشوفتها ولا لا يا محمد. وأمين كرارة أنا كنت شايفة طالع عامل شغلة جامد وأحمد السقا وناس كتيرة جدا بصراحة، في منى زكي كمان وأحمد حلمي كانت مبادرة حلوة قوي، رسالة والجمعيات كتيرة عشان يدعموا الناس اللي هم بيشتغلوا باليومية اللي ما يقدروش للأسف يصدوا عن الأزمة. في ناس فعلا ما بتقدرش تنزل، ما بتقدرش تقعد في البيت، قعدة البيت ثمنها غالي فعلا. قعدة بيتك تخيل ان في ناس بتنزل مضطرة تركب المترو، مضطرة تركب المواصلات العامة، وناس متوسطين بس برضو لازم ينزلوا، هم فعلا مضطرين يعني. فاحنا بنقعد نخوف الناس دي، اقعد في بيتك اقعد في بيتك. اوكي احنا بنقدر، احنا يعني في جزء مننا يقدر يقعد في البيت وجزء لا. الجزء اللي مش قادر يقعد في البيت برضو ما بيقدرش يجيب بعض المطهرات ان هو يستعملها، زي الكحول دلوقتي بقى غالي جدا على فكرة. يعني في بعض الصيدليات بتغلي المواد جدا اللي عندها، وكمان مش كده وبس بيزودوا ميه، دي الحاجه الجديده بقى مغشوش، يعني مغشوش. انا اشتريت من كام يوم كحول، والكحول ببخ على ايدي لقيته مش بيحرقني خالص، شميته مفيش كحول، حطيته على مناخيري مفيش كحول، مفيش يعني حاجه بتطير، مفيش حاجه بتطير بالظبط. أيوة. فالكحول مش يعني تحس ان الحاجه ما بقتش زي الاول. فجماعه التجار يعني انا مش عارفه اقول ايه، مش وقته خالص ان احنا نعمل كده. ولا الغلا يا دينا، الغلا الغلا الغلا، حرام حرام حرام. احنا في ازمه لازم نتكاتف يا جماعه. ما هو دلوقتي اللي بيغلي علشان يكسب القرش من هنا هيدفعه من الناحيه الثانيه، هيدفعه على صحته، هيدفعه على اي حاجه. اما رحت اتكلمت مع الصيدليه في الموضوع ده قالوا لي، انا ما واجهتلوش الكلام دايركت، قلت له يا ريت الشركه اللي بتتعامل معاها اللي بتصدر لحضرتك الكحول ما تتعاملش معاها تاني عشان غير امينه بالمره. قال لي ليه؟ قلت له فيه ميه في الكحول وانا شارياه غالي، يعني انا مش فاكره ساعتها اديت له 80 جنيه جبت حاجتين ثلاثه، والكحول انا مش فاكره هو بكام اصلا بس هو غالي. فحرام الناس بقى اللي بتنزل وبتشقى وبتشتغل وبتركب المترو وبتركب المواصلات العامه، طب ما هي محتاجه كل شويه ترش، طب هتجيب منين الفلوس دي؟ يعني بجد دي حاجه مضايقاني جدا يا محمد. يعني انا بقعد افكر ليل نهار، احنا انا قادره بفكر في نفسي، انا عندي وسواس قهري مثلا من النظافه الزياده، بلس اما جه كمان موضوع كورونا زود لي الموضوع اكتر وتعب لي نفسيتي اكتر. الناس دلوقتي بقت نفس الحاله وازيد. طب الناس اللي مش قادره بقى تشتري المنظفات على طول ولا تعقم نفسها على طول هيعملوا ايه؟ فقلت لنفسي، حطيت كل ما اجي اعمل كده اقول ياه، طب الناس دي هتعمل ايه؟ طب هم يعني انا قادره اعمل ده، في غيري مش قادر. ودلوقتي الجل المعقم مش عارفه بحاجه و50 جنيه، بجد الحاجات دي مضايقاني جدا جدا جدا. فاحنا لازم نساعد الناس دي، في فعلا ناس كتيره قوي في اوقات كتيره ساعه الازمات ساعه الثوره كانت بتساعد. دلوقتي احنا في اكبر من الثوره بكتير، احنا في ازمه، ده وباء عالمي، كل حتى امريكا في ازمه كبيره، يعني احنا مصر في ازمه، لا دي امريكا في ازمه. امريكا على الاقل هم قادرين يعني يحدوا من وهم قادرين ومع ذلك مش قادرين يسيطروا. امريكا بتبعت استغاثات وفاتحه حدودها للناس يخشوا لو اي حد بمكالمه واحده، في المجالات الطبيه بمكالمه واحده
من الرئيس الامريكي قدر ان هو يحصل على مبلغ كبير جدا من الملك السعوديه. ايوه فهو بيستغيث. احنا نعمل ايه؟ احنا ده يعني ملك السعوديه دفع بالظبط. كتر خيرك. انا قريت المعلومه دي على السوشيال ميديا. يعني امريكا بتستغيث، احنا نعمل ايه؟ يعني المفروض احنا نعمل ايه؟ لان هو الجانب الاقتصادي، يعني هو الجانب الاقتصادي والجانب الطبي هما يعني كفي الميزان في الازمه دي. بس في كفه احسن من كل الكفات دي، في ربنا كرمنا. ايوه احنا قلنا ربنا يا جماعه، زي محمد قال الروحانيات الروحانيات الروحانيات، ندعي ربنا نقول يا رب ساعدنا ونلتزم البيوت زي ما قلنا، نغسل ايدينا بالصابون، مش لازم المعقمات، كل ساعه نغسل ايدنا بالصابون. انا في فكره على حلوه قوي يا وسام، اللي مش قادر يعني يجيب كحول، طبعا في ممكن اي حد ياخد معاه ازازه او بخاخه عاديه ياخدها في شنطته، في معاه في اي شنطه يحط فيها مثلا حبه كلور، حبه ميه. كلور على ايدينا بالظبط. خل... لا لا تعقم مثلا كلور وحبه ميه معلش. حتى لو هنعمل، انا جيت في مره ايدي الليمون، الليمون انت كنت بتقولي الليمون ليه تاثير السحر لانه هو ماده فعلا معلش هي ازمه شويه ايه. ان الكلور هيبقى ازمه شويه ان هو يعمل لنا التهابات. انا يعني اوكي انا عارفه ده. وخلينا نرجع، لا طبعا ما حدش يحط كلور على ايه، من كلور على ايده. لا معلش هو حد يسمع كلام دينا في موضوع الكلور ده؟ لا ما قلتش كلور على ايدك، انا قلت ياخدوا معاهم بخاخه ميه بكلور ويعقم مثلا، مش مسكت المواصلات حتى لو هتعقم ايدك وبعد كده ترش ميه مفيش مشكله. مش لازم نجيب الكحول، مش لازم نجيب الحاجات الغاليه، الكلور لسه في متناول يد الجميع، لسه ما غلاش طبعا. يعني احنا النهارده مش معانا بس مش جميله نبيله، مش موجودة لظروف صحية عندها، رجليها اتجزعت كده وما قدرتش تيجي النهارده، ولكن احنا كنا اصرينا جدا يعني، واتكلمنا انا وزميلتي وسام وزميلتي دينا اللي بيشاركونا الفقره الاولى من برنامج التأملات الإنسانية. ودينا هي بتقول لك مفتقدينك يا دينا. مفتقدينك جدا ومتضايقين. وسام صراحه اصرت قالت لا لازم تكون دينا معانا في الفقره دي. الف سلامه. هي دينا معانا في اتصال تليفوني. نبيله معانا على الخط. نبيله ازيك يا بلبله؟ قاعده انت في البيت وسامعه الكلام، خليك في بيتك. ووزير الاعلام قال لك الصحفيين والاعلاميين استثناء من الحظر، انت مطبقه الحظر. انا قعدت، انا طبقت الحظر بقى معايا، اعمل ايه انا بقى. الف سلام عليك يا بلبله. الف مليون سلام عليك يا نبيله. جميعا الله يخليك يا رب، وحشتوني والله بجد. والبرنامج طبعا الحلقه النهارده كويسه عن الازمات، سواء طبعا في كورونا او الازمات الجمعيات والمبادرات. فانا بحب اولا اشكر في عقيد اسمه عصام الرسمي على اخلاقه ان هو قام بمبادره كفاله 100 اسره حلوه دي قوي يا بلبله، 1000 جنيه لمواجهه الازمات. يا ريت كل رجال الاعمال فعلا من كل محافظه، 5 رجال اعمال بس، ان هم يعملوا المبادره دي. ده اولا هي ايه عشان يساعدوا الناس اللي هم في الازمه بتاعه الكورونا، الناس الغلابه. الله يبارك له. تحيه عظيمه لهذا الرجل العظيم. مليون سلام وتحيه طبعا. بالظبط جد، تحيه عظيمه يا رب يكتر من امثاله. طب احنا بنتكلم عن الجانب الاقتصادي يا نبيله، وانا عارف ان انت بقى شغاله في الحاجات الهاند ميد برودكتس والحاجات المنتجات بتاعه المشغولات اليدويه والحرف اليدويه اللي ممكن اي ست تعملها في البيت وكده. ادينا بقى نصايح كده ذهبيه للمراه المصريه، تقدري في الظروف دي تقدر تعمل ايه؟ والله يا محمد احنا عاملين اولا مبادره ان احنا بنعلم السيدات باجور رمزيه جدا، تمام، ان هي تتعلم حرفه معينه بحيث ان هي يبقى لها دخل شهري او دخل يومي تتحدى الازمات في الوقت ده. تمام بالظبط. انت دلوقتي في ازمه هتقعدي تشتغلي فتره ماشي، وفي تسويق حاجات بسيطه يعني، وهتشتغل في البيت يا نبيله، هتشتغل في البيت في حاجات كتير مش كده؟ طب عايزين كبسوله كده ونصايح سريعه للست تقدر تبدا المشروع ده ازاي، تتوجه لايه، تتواصل مع مين، تعمل ايه؟ والله احنا على ممكن يا محمد اخد ارقام، يعني تسمحوا لي ان انا اخد ارقام البرنامج ان هم يتواصلوا معاهم، تمام، اللي هي على الشاشه عند حضراتكم. يتواصلوا الساده المشاهدين، تواصلوا على ارقام التليفون اللي بتنزل كل شويه على الشاشه بتاعت البرنامج دلوقتي، ونوصلكم بالاستاذه نبيله بالظبط كده، واحنا نقدر نقول لهم يعملوا ايه بالظبط. نبيله قلتي لي برضو قبل كده انك عندك ورشه عمل بتقدري ان انت تجمعي فيها السيدات وبتدي لهم كورسات، تقدري برضو عن طريق بالظبط. انا بقالي 3 سنين عامله مبادره، والمبادره دي ان احنا بنروح جميع الجمهوريه، مش مقتصره مثلا على القاهره بس، احنا رحنا المنوفيه ورحنا البحيره ورحت سوهاج ورحت الفيوم، فلفينا ان احنا ندي كورسات معينه. وفي القاهره كمان هنا مؤسسه صبايا مصريه وجمعيه صبايا مصريه ومؤسسه الدكتور عزت عزوز كنا استضفناهم في حلقه هنا، ورحتي عملتي معاهم اعتقد دوره وعلمتي الناس وكده. عملنا دوره هناك معاهم وفعلا الناس رحبت بيها جامد، ان هم اتعلموا حاجه حرف
معينه ان هم يقدروا ينتجوا، وفي احنا كمان بنسوق لهم كمان بعض الشغل، يعني بعض الشغل بتاعهم ان احنا نقدر نسوقه لهم. طب الدورات دي يا بلبله بتبقى باجر رمزي ولا بيبقى ازاي علشان بس الناس تبقى مطمنه؟ اجر رمزيه خالص، بحيث اجر رمزيه بحيث ان معلش المدربين بينتقلوا من مكان لمكان، تبقى بس على قد مواصلاتهم مش طب أكثر. انا طمعت تدينا يعني معلومه ادق، يعني اجور رمزيه دي 1000 جنيه يعني ولا 200 جنيه؟ لا بص احنا محمد احنا عاملينها على مستوى الجمهوريه ب 250 فقط. ولا حاجه 250 جنيه ولا حاجه يعني. بجد يا نبيله الموضوع ده؟ بجد والله انا عملته في المنوفيه كمان، يعني اول بلد عملتها في الموضوع ده المنوفيه. يعني يقدروا كمان البنات الصغيرين يبتدوا يشتغلوا من عن طريق البيت؟ عن من طريق 10 سنين ممكن تبداي معاهم، لان احنا بنعلم حرف بسيطه خالص ان الطفل يقدر يتعلمها كمان، يعني من 10 سنين الطفل كمان ان هو يقدر يبتكر، واقل كمان من 10 سنين لو هو عنده زي خرز الكروشيه الحاجات دي ما فيهاش حاجه ان هي تعوره او يعني مش خطر على الاطفال. وبكده نقدر نتحدى الازمات ويبقى عندنا مهنه نقدر نشتغل في البيت واحنا موجودين من غير ما نضيع وقت كتير ونكسب. احنا عندنا زميله حاجه كويسه زميله عندنا على الفيس اسمها دعاء لاشين، عامله برضو حاجه دعم للسوق، يعني عامله جميله دعاء وبتعمل مبادرات جميله دعاء لاشين بالظبط جدا. فعملنا الحاجات دي ان احنا ممكن نكمل بعض، يعني شغلنا ان هو يكمل بعض شغلنا، انا ناقصي حاجه ممكن اخد من صاحبتي في فدي ما كنتش اعرف مثلا صاحبتي دي، فدعاء عملت الفكره دي ان توصلنا كلنا ببعض، بحيث ان انا ممكن في الملابس شغل الملابس طبعًا ان انا اكمل من هوايده اكمل من دعاء وهكذا. طبعا بنشكر زميلتنا الجميله نبيله صبحي على المداخله الرائعه دي، وبنقول لها للمره الثانيه والثالثه وال100 الف مليون سلام عليكي، وان شاء الله تكوني موجوده معانا. سلامتك يا نبيله. سلام عليك يا بلبل. الحلقه الجايه باذن الله. وحشتينا. طبعا احنا بنتكلم عن روحانيات عندك عاليه قوي، بنتكلم عن دور المراه في مواجهه الازمات، فخلونا نقول ان الفتره الاخيره مع ارتفاع اسعار الوقود مره واثنين وثلاثه واربعه بقى في عبء اقتصادي كبير على الاسره المصريه، حجر الاساس وحجر الزاويه في مواجهه الازمات الاقتصاديه والصعوبات الاقتصاديه اللي بتواجهها الاسره المصريه هي برضو كانت المراه المصريه. كانت بدات بقى تبتكر بقى طرق بقى في البيت لترشيد الاستهلاك، والمراه المصريه معروفه ان هي مدبره، ما بترميش حاجه ابدا، لو فتفوته كده بتستغلها. واخدين بالكم؟ وحتى يمكن كمان بيبقى عندها يعني حته اعاده التدوير دي بتعملها بشكل مبسط في البيت، لو عندها مثلا اشترت مثلا حاجه او علبه جبنه تقدر تاخد العبوه دي تستخدمها بعد كده كحافظه للميه، كحافظه للطعام، ككلام من ده. فاحنا طبعا بنرفع يعني القبعه للمراه المصريه على دورها الكبير الدائم في مواجهه الازمات، زي ما قلنا من ايام حتى الفراعنه ومن ايام اسره محمد علي ومن ايام ام كلثوم والحروب والمجهود الحربي. الف مليون سلام وتحيه للمراه المصريه، والف مليون سلام وتحيه لكل اللي بيدعم المراه المصريه. ويعني بجد يعني احنا يعني محتاجين اكتر حاجه في الوقت ده من المراه المصريه الجانب النفسي، ان انت تدعمي اولادك وتدعمي زوجك وتدعمي اخوكي وتدعمي باباكي وتدعمي اسرتك بالكامل نفسيا، عشان كلنا نتجاوز الازمه دي ونعديها على خير. تحبي تقولي حاجه قبل ما نختم يا دينا؟ بقى لنا دقيقه بالظبط ونختم. بمناسبه محمد علي، كانت اول مستشفى كانت للممرضات سنه 1832، كانت بدايه ان المراه المصريه تنزل العمل، دي كانت البدايه، يعني المرأة المصرية من زمان بتحب العمل من سنة 1832، وكمان من أيام الفراعنة كانت قاضي وكانت بتشتغل في كل المجالات، في كل المجالات. عضو مجلس نواب بيقول لي اختم، بس أنا هدي 30 ثانية لازم عشان وسام تقول كلمة نختم بيها الفقرة. تحية لكل ست قادرة تحافظ على بيتها، قادرة تكون قوية وتعمل كيكة وفشار زي ما قلت لك. واللي ما بتعرفش تعمل كيكة بقى تاخد الطريقة من وسام. تتعلم، تاخدها مني أنا. بجد تحية لكل ست بتحاول تسعد بيتها، بتحاول تحتوي الموقف، بتحاول تتقرب من ربنا وتقرب من ولادها، ويبقى وقت جميل، وإن شاء الله هنعدي الأزمة دي على خير يا رب. بإذن الله، يا رب. بإذن الله هنرجع أحسن من الأول، بس أرجوكوا بلاش جشع التجار ده عشان إحنا تعبنا قوي. وأرجوكوا إيه كمان؟ أرجوكوا إيه كمان؟ خليكوا في البيت واسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع تاني فقرات برنامجنا تأملات إنسانية. ما تروحوش في أي حتة، وانتظرونا بعد الفاصل.